مع انه القرضاوي ده من اضل البشر، ضال ضلال بعيد جدا. واحد جاب النسبة بتاعت الفاس فيها حاكم وين؟ كم 90%؟ قال ده اللي بيهمني. القرضاوي قال لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. قبل أن أدع مقامي هذا أحب أن أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين كل آمالهم على نجاح بيريش، وقد سقط بيريش، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد. من أجل مجموعة قليلة يسقط واحد، والشعب هو الذي يحكم. ليس هناك التسعات الأربع أو التسعات الخمس التي نعرفها في بلادنا، 99.99% ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، ولكنها الكذب والغش والخداع. ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، ولكنها الكذب والغش والخداع. نحيي إسرائيل على ما فعلت، نحيي إسرائيل على ما يصف الله عز وجل بالعجز. وربنا قال والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يصف الله عز وجل بالعجز هذا المبتدع الضال. وقال في البابا، ذكرنا جزء من كلام في كلام ثاني قالوا في البابا، قال مات اليوم علم من أعلام المسيحية. ما في ديانة اسمها مسيحية الليلة موجودة، ما في إطلاقا، ما في. الدين هو ذاته واحد أصلا، إن الدين عند الله الإسلام. وديل ما مسيحيين ذات، ديل كفار يا زلمة، مشركين كفار. عجبك ولا ما عجبك؟ الله قال ديل كفار وذكرنا الآيات. طيب ديل نصارى، قال له مواقف سياسية تسجل له في موازين حسناته. ياتوا موازين دي، ياتوا موازين. ها طيب، قال ندعو الله أن يرحمه ويثيبه. برضه ربنا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.